السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي الخاصة بتصوير المشاريع والسفر والتجوال بمدن المغرب. اليوم كنتواجدوا بالعاصمة المغربية الرباط، كنصور لكم النفق الطرقي آخر المستجدات ديالو. انتما كيف ما تشوفوا معنا ده هو الطريق ديال شارع بن تومرت، وكنصور لكم الطريق النفق ديال باب الأحد. هنا الإخوان الآلات المستعملة كما تشوفوا معنا، الآلة اللي كانت تستخدم في حفر النفق وفي المهم خاصة بالمشروع ديال النفق الطرقي. هانتوما كما تشوفوا معنا، احنا دابا انتقلنا للنفق مباشرة كتشوفوا معنا على الطريق ديال شارع الحسن الثاني. انتوما كما تشوفوا معنا هذا هو النفق الطرقي على مستوى شارع الحسن الثاني الطريق الوطنية. هانتوما الاشغال فين وصلت، فين تشوفوا معنا هنا دابا تقريبا الاشغال في النهايه ديالها، ما بقاش فيها الخدمه بزاف. هنا الاتجاه ديال الطريق ديال شارع الحسن الثاني بالضبط، ولا مشيتي مع الطريق غادي تخرج في مدينه سلا. الناس اللي غادي لمدينه سلا دي الطريق اللي تتمشوا منها. ها انتم كتشوفوا معنا الاشغال لحظه بلحظه لنتعرف على هذا الطريق وهاد النهاية ديال الأشغال تقريبا اللي قربت تسالي. ها انتوما كتشوفوا معانا، حنا مازال كنتواجدو على الشارع الحسن الثاني، وكنصور لكم المستجدات ديال النفق الطرقي. هاد الحديد هذا تقريبا يلاه دابا داروه، باش داروه ماشي بزاف كيف ما تشوفوا معانا، باش هنا هاد الحديد هذا الدور ديالو باش ما يطيحش الله يستر شي واحد من هنايا او شي فحال الدراري الصغار او شي من هاد القبيل تقريبا، باش ما يطيحش. المهم شي واحد ما يطيحش ولا شي حاجه تيدير هاد الحديد هذا باش ما لا كان شي واحد الله يستر شي دري صغير قرب لتما يطيح ولا شي حاجه. المهم ها نتوما تشوفوا معانا مازال باقيين حنا في شارع الحسن الثاني، وغنتجهوا باش نشوفوا الطريق ديال النفق في الجهه الاخرى على مستوى بالضبط بنفس الشارع ديال شارع الحسن الثاني. الهدف ديال هذا المشروع هذا وهو تخفيف الضغط على هذا المكان اللي كيعرف واحد الضغط ديال السيارات، خصوصا هنا ملي تيكون الترامواي هنا تيكون دايز تيكون واحد الاكتظاظ ما بين السيارات والطريق ديال الترام. دابا الناس اللي غادي يكونوا متجهين في هذا الطريق هذا ان شاء الله من بعد الانتهاء ديال هذا المشروع ما غاديش يفقى هذاك الخط ديال الضوء الاحمر اللي كيوقف الناس باش يدوز يعطي الاسبقيه للترامواي، غيولي يدوز ديريكت ما يفقاش مازال داك الضوء الاخضر او الاحمر لا يوقف السيارات. هذا هو الهدف ديالو تخفيف الضغط كيف ما تشوفوا. حنا مازال كنتواجدوا على شارع الحسن الثاني، الاشغال هنا كيف ما قلنا تقريبا ما بقاش فيها بزاف ديال الاشغال، العد العكسي لنهاية الأشغال لقد انطلقت تقريبا. هذه هي القنطرة دابا، حنا دابا فوق القنطرة حدا القنطرة هنايا. انتوما كتلاحظوا معنا الإخوان هنايا، قلنا بأن الطول ديال هاد النفق هذا تصيب على 260 متر، الطول ديال 260 متر. حنا دابا تنتجهو للجانب الاخر بنفس الشارع ديال الطريق شارع الحسن الثاني، وكتشوفوا معنا الاتجاه هذا، هاد الحديد تقريبا راه كاع داير على النفق كيف ما تتشوفوا معنا هنايا. هذه بعض الالات المستخدمه في حفر النفق هي هذه. المهم انتم تتشوفوا معنا مازال هنايا لحظه بلحظه، وسنتجه إن شاء الله قريبا بعد قليل سنتجه إلى ساحة باب الأحد للتعريف بها أيضا. هنا مازال كنتواجدو على شارع الطريق ديال شارع الحسن الثاني الطريق الوطنية. الناس اللي متجهة لكازا راه هادي هي الطريق تتمشي معاها ديريكت، هادي هي الطريق ديال كازا، أو كنتي غادي من هاد الاتجاه هادي تتخرج مدينة سلا. ها انتوما كتشوفو معنا لحظة بلحظة
آخر مستجدات النفق الطرقي بمدينة الرباط، العاصمة الرباط، مدينة الأنوار، البرنامج الذي أطلقه جلالة الملك للنهوض بمدينة الأنوار الرباط وعاصمة المغرب الثقافية. ها انتم كتشوفوا معنا، هذه هي القنطرة اللي حدانا هنا اللي تتشوفوا هنايا، هذا الطريق ديال النفق أيضا على مستوى شارع مصر كيف ما تتشوفوا معنا. هذا واحد الطريق عاوتاني تحت النفق نيت، الطريقة هذه كتديك سميتها الشارع هذا شارع مصر كيف ما تتشوفوا معنا هنايا. حنا غادي نكتشفوا الطريق هذا، الطريقة هذه إلا مشيتي مع ديريك تتخرج في باب العلو، تسمى هذا الشارع الحسن، شارع مصر، هذا الشارع هذا اللي وريت لكم هنا دابا راه شارع مصر كيف ما تتشوفوا معنا على اليسار ديالنا. هذه دابا تتبان لنا الساحة ديال باب الأحد، تهيئة ساحة باب الأحد وبناء باركين تحت أرضي، هذا دابا البناء ديالو، راه تمت البناء ديالو، تمت الأشغال تقريبا، دابا التهيئة ديال الفوق هي اللي باقية لنا ديال ساحة باب الأحد كيف ما تتشوفوا معانا. انا دابا تنصور لكم من شارع مصر، دابا حنا تنتواجدوا على شارع مصر هنا الاخوان، دابا تنوري لكم الساحه ديال اخر المستجدات ديال ساحه باب الاحد. ها انتم تتشوفوا الاشكال ديال الاشجار هنا كيفاش مزوقين، كيفاش مصوبين كيف ما تتشوفوا معانا هنايا الشكل ديالها. هذه هي الساحه الاخوان، كما تنذكروا بمعلومات بان هذا الباركين هذا اللي كاين دابا تحت الارض ديال هنا ديال هاد الساحة هذه تبنى على كيف ما تنقولوا باش غادي تكون غادي ياخد الركن ديال 500 سيارة، وهذا الصراحة واحد الإنجاز كبير على مستوى وسط المدينة ديال الرباط، حيت كيعرف هنا اكتضاد وما كاينش الصراحة لي باركين هنا بزاف. ودابا الصراحة منين تبنى هاد الباركين هذا غيزيد واحد الإضافة للعاصمة الرباط، وغادي يحد من داك الاكتضاد ديال السيارات. هذه النافورة ديال المياه كيف ما تشوفوا معنا هنايا، هذا هو الشكل ديالها. من بعد زعما من عند انتهاء ديال هذا المشروع هذا غتزيان الصراحه هذه الساحه هذه بزاف، خصوصا هذه المياه هذه تتعطي واحد النظر الجميل صراحه لهذا الموقع هذا. كما تنذكر المعلومات بان هذا الباركين هذا غادي يتوفر على 500 سياره. هنا الاخوان كيف ما تتعرفوا العاصمة الرباط ولا تتعرف عدة مشاريع كبرى، هادو هما الأسوار ديال باب الأحد كيف ما ذكرت من قبل. فهاد البلاصة هذا، هاد الباب الصغير اللي كيما في الوسط ديال الصورة، هذاك هو الفوريان كيف ما تتعرفوا، الفوريان ديال مدينة الرباط، تما كان الفوريان. الساحة الصراحة ملي غادي تكمل ويطلق عليها الأضواء بالليل غادي تكون واحد الشكل صراحة زوين بزاف. والرباط أصبحت من بين المدن الكبرى تقريبا في المغرب اللي تتعرف عدة مشاريع كيف ما تشوفوا معنا. شوفوا الأسوار الشكل ديالهم صراحة أسوار ضخمة وتعطي واحد المنظر زوين. هنايا الاخوان كاين السنسور ديال الكهربائي كيف ما تشوفوا معنا، السنسور الكهربائي اللي كيهبط الباركي لتحت ديال السيارات كما ذكرت من قبل. الاشغال مازال مستمرة فيه كيف ما تشوفوا معنا هنايا في المكان هذا، وانا نحاول نصور لكم باش تعرفوا بالضبط شنو البلاصه فين جا. انتم هنا راه قريب تقريبا تيصايبو تقريبا بالقرب من شارع الحسن الثاني، بالقرب من الطريق ديال الطرام على مستوى شارع الحسن الثاني. الساحة الصراحة ولات واحد الشكل تعطي المنظر منظر زوين صراحة بزاف، خصوصا بعد اكتمال هذا المشروع غيعطي واحد الإضافة أخرى لمدينة الرباط اللي كتعرف واحد التقدم على مستوى عدة مشاريع. هنا هادو هما الإضاءة المستعملة على مستوى الساحة ديال باب الأحد كيف ما تتشوفوا معنا، هذا هو الشكل ديال الإضاءة. هنا المدخل ديال الباركين الإخوان كيف ما تتشوفوا معنا،
هذا هو المدخل ديال الباركي اللي باقي كيعرف بعض الاشغال، باقي ما انتهاش المدخل ديالو. انتما كتشوفوا معنا، ومن هنا غادي نكونوا ختمنا هذا الفيديو هذا. نتمنى يكون عجبكم، خصوصا بالتعاليق اللي قدمت لكم، وما تنساو الجيم والاشتراك في القناة.